يستقبلك الجناح السويدي في معرض إكسبو 2020 دبي بمقولة أهلا بك في الغابة السويدية. هي فعلا كالغابة يستقبلك هذا الجناح وهذا المعلم الفريد عبر جناح صمم من الأشجار ويحتوي على 300 جذع شجرة تم نقلها من السويد إلى دبي ليشكل هذا المعلم الفريد في منطقة الاستدامة. ويتشكل اليوم هذا المبنى ليكون أكبر مبنى من الخشب في منطقة الخليج العربي في عصرنا الحديث. ويحتوي اليوم كذلك هذا الجناح على العديد من المعالم التي تدل على الاستدامة. فاليوم جناح السويد يحاكي في تفاصيله بأن الأخشاب قد تصل بنا إلى منطقة آمنة في الاستدامة، ويتم توفير اليوم العديد من معالم ومظاهر الحياة من خلال الأخشاب، ومن بينها النسيج والملابس التي يستخدمها اليوم البشر. فيمكن استخدام اليوم النسيج واستخراجه من الأخشاب وتدويرها بشكل مبتكر وفريد، وتم عرض هذه الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع في جناح السويد، ويتم اليوم تعريف الزوار عنها ضمن هذا الجناح المميز. مقابل كل شجرة تم قطعها لبناء هذا الجناح جناح السويد، تم زراعة 3 أشجار في نفس الغابة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي تمتلكها السويد. ودخلت السويد موسوعة جينيس الأرقام القياسية بأكبر طبق لكعكة القرفة التي عرفها العالم من السويديين، وحصدت فيه أكبر طبق في العالم عبر مشاركتها في هذا الجناح. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، إكسبو 2020 من دبي.